جينا نشتغل شغل رمضان. كل عام وانتم بألف خير. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض الهلال المكرمية بالقطعة دي. قطعة لذيذة جدا وجميلة قوي، وبصراحة انا مكنتش رايحة اشتري اي حاجة رمضان، ولكن هي جذبتني ان انا اعمل شغل لرمضان. فكل سنة وانتم طيبين، ويلا بينا على طول نشتغل. هنحتاج ايه؟ ولعتك معاكي، الخيط بتاعك. انا اخترت الدرجة دي، الدرجة دي كافيه، اوكي، يمكن مش باينة شوية من الشمس، وهي بتيجي في الحقيقة كده، اوكي، تيجي شلة كده وبلفها بتطلع بالشكل ده. الولاعة طبعا، لان الخيوط دي فيها بترولية او بلاستيك، فبنحتاج الولاعة. بتكون اسهل لو قصينا، بتبتدي تنسل، تمام؟ ده للناس اللي ما تعرفش. طبعا الهلال جاي معاه النجمة بتاعته. زي ما قلت لكم هقسم الحبل كده بالنص، وهبتدي بعدها ادخله في الهلال، تمام؟ طبعا الفكرة بتاعتي ببساطة شديدة، يعني انا هخفي الخرم دي لحد مثلا هنا، هنا مثلا، والباقي ده انا هبتدي ان انا اشتغل فيه المكرمية بتاعتي، اللي هو يكون ليها ديل كده وليها شكل مع الشكل ده. فعايزة ده كله يكون معمول في الوقت نفسه، ما يكونش ليه يعني خيط. زي ما هعمل كده مثلا، بصي هدخلها. طبعا بصي العقدة بتدخل من تحت، الحبال اهي، باخدها وبسحب كده، اوكي. لو سبت دي طبعا هيكون ليها ديل كده، والهلال هيبقى نازل ديوله كده، مش هيبقى ظريف يعني. فعايزين بدون ما يكون ليها اي ديول نبتدي نعمل كل ده. فببساطة جديدة برضو اهو، تانية الحبل اخدها ودبل بقى، تمام اهو، وبدخلها هنا. برجع بعدين اسحب الخيط، شايفين الشكل بعمل ازاي كده بالشكل ده. لو جينا بصينا من ورا مفيش اي حاجة هنا بارزة، وفي الوقت نفسه هنا الشكل بدأ يتقفل، وكمان بمنظر لطيف، وهو ده اللي انا عاوزاه، اوكي. طبعا انا ما عملتش دي دبل زي دول، عشان انا لسه هعلق فيها القطعة دي، شايفين اهو، بدخلها الخيط اللي هو الباقي اهو، بعمل كده وافضل بقى ايه اسحب الخيط لحد ما ايه بتبقى معشقة كده وشكلها حلو. ترى زي ما انتوا شايفين شكلها بقت عاملة ازاي. دلوقتي بقى هنيجي للمرحلة التانية. طبعا انا ليه ما فنشتش دي؟ عشان احتمال ان الخيط هنا اللي انا عاوزاه ما يقضيش، او ان انا اقول كفاية كده، فممكن ان انا ازود هنا بدل ما اقطع فوصل تاني. بثني الخيط كده، ويفضل لو هو كبير يعني. وطبعا ببدأ من اماكن بعيدة شوية، ادخل الخيط من بره كده، بالشكل ده. طبعا بعمل خيوط طويلة قوي، حوالي 3 متر يعني، مزدوجين 2 متر. واحيانا بعمل ايه خيوط قصيرة، مينفعش اعمل دي كده ودي كده، لازم الاتنين يكونوا على نفس الاتجاه، ودي طالعة لبره كده، وده لسبب هتضيف شكل لما نيجي نشتغل. دخلت كده، لا ادخل كده بره على جوه، اخد بقى دي، شايفين. طبعا انا سبت حوالي 22 فتحة من دول وقفلت الباقي. انت ممكن تسيبي اكتر، ممكن تسيبي اقل. كل انا هعمله بقى هبتدي اقسم الشكل بتاعي. يعني ايه؟ يعني انا خلاص انا حددت ان هما دول كده اللي 20، وطبعا خفيت الاتنين لان زي ما قلت لكم انا سايباها عشان كده. بعدين اقرر الشكل بتاعي قد ايه تحديدا، بمعنى هقسم الشكل. يعني انا عايزة شكل كبير كده في النص، اعمل شكلين، شكل كده طويل كده لوحده، والشكل التاني بس عبارة عن خيوط متربطة، اوكي. فهعمل كالاتي، هما عندي 20، فهعمل كده 2 3، تمام. طبعا 3 بالدبل، يعني دول كده يعتبر 6 فتلات، اوكي.
وتلاتة زيهم للشكل اللي انا هعمله التاني، فكده اصبح ايه 6 وحدات. هاخدهم كده واروح ايه عاملاهم عقدة كده صغيرة، طبعا ايه تتفك بسهولة يعني مش هنربط اهو. اوكي، ومن الجنب التاني برضو نفس الستة، لان لازم يكون فيه توازي في الشكل. سهلة كده. الباقي بقى اللي هو الشكل اللي في النص، الشكل اللي في النص ده هو اللي هيكون عليه التركيز في كل حاجة. فهعمل ايه اهو، ادي 2 3 وادي 3، تمام كده 4 و4. الاربعة واربعة دول هما اللي انا هشتغل عليهم المنظر بتاعي. طبعا كده ايه خلاص احنا قسمناها وربطنا ده وده عشان ما نتلخبطش. يبقى انا معايا هنا 8 في النص و6 من كل جانب. اوكي، قبل ما ابدأ اي حاجة هفنش الخيط بتاعي ده. هروح كده اخد الخيط ده ادخله. طبعا لو ما دخلش معاكي كده استخدمي ابرة التنظيف. هعمل شكل بسيط جدا، ادي 8 اهم. اوكي، همسك اول واحدة من هنا وهبتدي اربط الاول كده. زي ما انتوا شايفين المنظر بقى عامل ازاي. دول بقى، وطبعا انا ريحت دماغي ان انا اقعد اعد لان انا اساسا ربطاهم فمش هتلخبط. اوكي، ادي اخر واحدة من الاربعة اللي هي هنا على الشمال. اوكي، هاخد الفتلة منهم، ويفضل الفتلة اللي هي بتكون هنا اخر طرف. ماشي، ببتدي طبعا بالفتلة اللي جنبها. كل واحدة بمسك اهي، والفتلة اللي انا بربط عليها اهي، باخد الفتلة دي ادخلها في الفتحة وانا ماسكة لسه الفتلة التانية. شايفين بربط ازاي كده جانبي، سواء بقى من ناحية اليمين او الشمال، بس هي الطريقة واحدة. زي ما انت شايفة المنظر بقى عامل ازاي. ولو حسيتي ان انت ضيقتي قوي ابتدي ايه يعني شدي كده وريحيها. احنا عملنا اول حاجة، هنستكمل بقى عشان نعمل المنظر المثلث اللي احنا عاوزين. الفتل اهي، احنا مش بنشتغل لا على اليمين ولا على الشمال، هي دي بس اشتغل في الفتل دي. اول واحدة منهم اهي باخد، وطبعا زي ما وريتك كده وبرد. كل فتلة منهم مرتين، وبخلي ايدي خفيفة خالص، مش بأفور في ان انا اقعد عقدة تكون شديدة او ان هي هتبوظ، لان هي اصلا يعني جدارية فهي مش هتبوظ او هتتبهدل بسهولة. ثانيا يعني محدش هيدوس عليها. لما اجي اقسمهم كده دلوقتي هعرف الحتة التانية اللي انا هعمل منها الجزء المثلثي ده، وهي اهي. بس امشي مع الخط ده هتلاقي اهو. ابتدي ايه برضو اربطي. دلوقتي بقى هنعمل حاجة، هنعمل شكل بالنسبة للمثلث ده. هنسيب الاتنين اللي على الطرف والاتنين اللي على الطرف. اوكي، ناخد اتنين بعدهم من على الاطراف واتنين بعدهم من على الاطراف. هيبقى معايا هنا 8 في النص. اوكي، ادي 2 4.
4 وادي 6 وادي 8. كل اللي انا هعمله الاثنين اللي على الاطراف دول، الاثنين اللي على الاطراف دول شايفين، على الثمانية اللي في النص، ودول اهو بصوا الخيط اللي انا حطيته هنا ده، اخده اطلعه من تحت الثمانية دول يطلع من الفتحة دي اهو واربط. طبعا مش ربط اوفر، لا ربط بس شكل، تمام. بعدين زي ما انتم شايفين ده بقى البره وده بقى لتحت، فالبره ده احطه فين؟ تحت التمانية اللي هما الكولكت دول، تمام، او المجموعة دي شايفين فين؟ هنا تحت الفتلة دي، اطلعها من هنا ادخلها في الجزء ده، شايفة اهو اللي هي العقدة الرباعية يا بنات. شايفين؟ شايفين دي كده راحت هنا، ودي كده راحت هنا. فكده انا عملت عقدة في النص ما بينهم، شايف المنظر. وطبعا لو عايزة المنظر يكون يعني منسق قوي، ابتدي بقى ايه الحبال دي اظبطيها كده، تيجي تعشق معاك. بصي الطرفين اللي احنا كنا سايبينهم، هبتدي اول حاجة في المثلث. زي ما انتم شايفين انا خلصت شويه منها، ولكن زي ما احنا ما ترتبكوش او تحسوا ان الموضوع بقى صعب، لا اصبروا شويه وهفهمكم كل حاجه. احنا زي ما احنا في الحته دي، اوكي، عملنا دي وعملنا الجزء اللي هو فيه التمانية ده، وبدلنا الخيط بعقده رباعيه عشان يدينا الشكل اللي انتم شايفينه ده، اوكي. بعدها بجيب الخيط وابتدي ايه اربط بالشكل ده. طبعا بربط لحد ما اوصل للاجزاء دي. نيجي على الجانب ده، دول اعملهم هنا ودول اربطهم هنا. خلصت دي وخلصت دي. وطبعا فضلت ماشيه بنفس الطريقه مع نفس الاعداد في الثلاثه اللي انتم شايفينهم دول. طبعا الشكل ده انا هوري لكم حالا بيتعمل ازاي، ولكن فضلت ماشيه بنفس الاعداد. المره دي انا هختلف ازاي، يعني هسيب اخر اتنين دول انا مش هربطهم لان خلاص انا مش هشغلهم معايا، اوكي. بعدها هاخد دي وهبتدي برضو برضو الاثنين دول انا مش هستخدمهم، اوكي. بعدين هبتدي اربط بالشكل ده، ودول اللي انا مفروض هربط عليهم. بعمل بقى الشكل ده ازاي؟ اول حاجة هقسمهم بالنص، دول معايا ستة ودول معايا ستة. بسيب اول واحدة على اليمين واول واحدة على الشمال لان دول اللي انا بربط عليهم، وباجي هنا احط دول على دول، تمام، زي ما انتم شايفين كده. فبالطبيعي عشان اعمل الشكل اللي انتوا شايفينه مربعات صغننة ده، فباخد اول واحدة وابتدي ايه ادخلها في واحدة فوقيها، واحدة تحتها، واحدة فوقيها، واحدة تحتها، وهكذا
لحد ما بخلص اول واحدة وكده بتكون شطبت معايا. التانية نفس النظام بالتبديل، طالما دي فوق دي اخر واحدة كده. انا جبت اللي كانوا هنا هنا والعكس. دلوقتي بقى هبتدي اربط. ادي اللي انا هربط عليها اللي قلت لكم ما تاخدوهاش في الاول. طبعا المكعبات دي بتعشق اكتر لما بنربط، فبتاخد المنظر اكتر من الاول يعني. برضو دي نفس الطريقة. شايفين؟ ترى طبعا دي اصغر لان انا عاوزاها اصغر وتكون كيرفي كده، عشان ببتدي دلوقتي ان انا اصغر، فايه تنزل على اي حاجه صغنطوطه خالص ما تكونش. اوكي، وهاجي هنا الولاعه مثلا اهي. طبعا دي الحركة اللي احنا بنتلسع فيها دايما. اوكي بالشكل ده. وبعدين باخد الاربعة اللي في النص، وطبعا خلاص ما عادش فيه يعني حاجة ان احنا ناخد كولكت على بعض وكده. كده خلصناها وابتدت من ضخمة قوي على صغير جدا. دلوقتي بقى نيجي لدول. دي عملتها ازاي؟ بكل بساطة خيط اهو كده، وبربط، بس بربط نص، مش بربط كأنها كتلة كبيرة. ترى زي ما انتم شايفين الهلال بقى عامل ازاي. دلوقتي هعمل حركة هي مجرد ملء فراغ مش اكتر. هاجي ما بين هنا وهنا، هدخل دي، اخدها كده شايفين، اطلعها منين؟ من الجانب ده. وبعدين واربطها عادي عشان املا الفراغ اللي ما بين دي ودي. اوكي، وطبعا هي نفس اللي عملناه هنا عملناه هنا، والعقدة دي هي اللي انا وريتها لكم حاليا. وكجزء من ملء الفراغ هنستخدم برضو ده بس يعني ايه ماتشنج شوية ما بين ده وده، ويضيف لي منظر. ترى زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي اهي. ده منظرها طبعا كيوت حلو قوي. طبعا ثبتها لكم على خلفيه بس عشان تبان، يعني هي مش محتاجه اصلا ان انت تنصبي لها يعني نصبه مكرميه وكده. تعالوا نشرح اللي احنا عملناه بالتفصيل وبهدوء كده. اول اتنين انا عملت فيهم عقد بسيطه جدا اللي احنا عارفينها، العقده اللي هي كده دي، وبدخل دي كده واروح ايه عامله ربط. اوكي، بس عشان ربطه من قبل مش هربط تاني. دي اول واحده. تاني واحده عملنا حاجه اسمها عقده بيري، اللي هي عقدة رباعية 3-4 مرات، وبعد كده باخد الاتنين اللي في النص وادخلهم هنا كده واعكس تمام، اشدهم وبعدين اربط بالشكل اللي انتوا عارفينه. اوكي، برضو عقدة رباعية بعد ما بعمل الحركة دي. بعد كده عملنا دي، وده بيبقى شكل هندسي بسيط جدا بحاجة اسمها العقدة المزدوجة. بيبقى المنظر زي ما انتم شايفين كده، وكل فتلة من دول بربطها مرتين بشكل زجزاج كده. عملتها بعديها برضو عملت دي زي دول اهو. وبعدها طبعا الشكل ده اول حاجة اشتغلناها، مرة عملناه مفرغ كده، ومرة عملناه بعقدة رباعية ضخمة، وابتدينا اشتغلنا بالعقدة المزدوجة لحد ما كوننا الشكل اللي انتم شايفينه ده.
وطبعا ابتدينا نسيب اتنين من كل جانب، فبدأ الشكل معايا يصغر لحد ما بقى بونبونية صغيرة خالص. وبعدها حطيت الخرزة اللي انتوا شايفينها دي وعملت عقدة، وده الشكل الأساسي اللي مستند عليه كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي. وبعدها دي زي دي برضو عقد بسيطة، وده الزجزاج زي ده، ودي العقدة الضخمة اللي هي هنا، ودي العقدة الصغنطوطة اللي هي هنا. بعد كده بعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين هنا بقى فيه الزجزجة دي. الزجزجة دي انا فكيت كل فتلة من دول، بس قبل ما افك كل فتلة من دول عملت ايه؟ قصيت الاطراف معايا بالولاعة طبعا بشكل مايل، بمعنى ان هي من هنا قصير ينزل كده بشبه دوران او مثلث زي ما انت بتحبي، بيطلع من هنا بنفس الشكل. وعشان اجمع طبعا الاشكال دي مع دي مع دي، فالاتنين دول مسكت مثلا هنا فتلة ومن هنا فتلة ورحت ربطهم بنفس الطريقة دي، وبرضو نفس الطريقة هنا ونفس الطريقة ما بين هنا وهنا. اوكي، فما فيش اي اختلاف، هي كلها بعيدة عن بعضها بس انا جمعتها في الشكل النهائي. عشان بقى اوازي المنظر واحنا خلاص كده جمعنا دي ودي وغيرها، بعمل ايه؟ ادي فتلة من ضمن الفتل. لحد ما بوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده وبس خلاص. ودي انا نسيت اقول لكم هي ايه تحديدا، دي عملتها في نهاية العقدة اللي هي عقدة بيري ديت. ازاي بتتعمل؟ بكل بساطة بيبقى عندك اربع فتلات من اي اتجاه انت عايزاه، بتلفي كل اتنين على بعض كده الاول، وطبعا الجانب التاني نفس الطريقة بالشكل ده، وبعدين بحطهم كده وابتدي اعمل عقدة رباعية. طبعا الحاجات دي احنا اخدناها من قبل، ولو حابين يعني انزل لكم دروس مكرمية زي ما عملنا دروس التونسي، نزل خطوات بسيطة للدروس تعليم المكرمية خطوة خطوة، كل مرة ناخد عقدة شكل تمام اهو بالمنظر ده. فبتبقى عاملة زي ما تكون ضفيرة كده وبعدين نازلة، وطبعا بتكون احلى لما بتكون فوقيها عقدة تانية. دي طبعا مش فوقيها عقدة تانية ومفتوحة، فايه مش هتدينا المنظر المرجو. هجيب فتلة وهدخلها كده مرة كمان من نفس الفتحة، هي نفس الفتلة دخلتها مرتين، ودي بس هرجعها كده ايه لورا. ودلوقتي بقى انا لسه حاسة ان الجزء ده فاضي ومش مترابط كده ومتناسق زي ما انتوا شايفين. دي البواقي اللي انا اتوفرت عندي من نفس الهلال، فهجيب اطول خيط كده بالنسبة لي والخيوط الصغيرة اللي زي كده، وهبتدي اعمل ورقة شجر. هعمل كده وكده، اوكي، واحدة تحتها وواحدة فوقها. شايفين دي هدخلها هنا ودي هدخلها هنا. نكمل كده من تحت، ودي زي ما هي ما بتتحركش، ودي اهو ومن فوق بس عكس، بدخل طرف دي هنا وبدخل طرف دي في الجانب التاني اهو، وبعدين بشد الاطراف على دي بتروح تربط. زي ما انتم شايفين هي هي نفس الفتلة ونفس الفتل اللي حواليها، بيبقى عندي فتلتين كده اهو، واحدة بنزلها تحت الفتلة اللي هي ثابتة والتانية فوقيها تمام، ولكن الدايرة من هنا
بتكون من هنا العكس. اوكي، بدخل طرف دي هنا والطرف دي وبشد الاطراف. اوكي، بتعملي على طول العقدة اللي انتوا شايفينها. ترى دلوقتي نقص كل ده من الجنبين ويفضل بالولاعة. دلوقتي بقى هبتدي ان انا اعمل المنظر بتاع الورقة بتاع الشجر نفسها. ببساطة همسك كده افتحها، وكل واحدة هبتدي ان انا ايه اشدها عن بعضها كده، هتديني منظر المزجزج اللي انتوا شايفينه ده. طبعا كلهم يمين وشمال هعمل فيهم نفس الحركة. وقت اصلا ما بنفتحها كده نروح شدناهم بعيد عن بعض، بيفتحوا بما انهم قصيرين مش هياخدوا معنا ايه وقت. ممكن طبعا لو عندك الفرشة بتاع شعر الحيوانات دي ممكن تعملي بيها لو انتي حابة. يعني ترى زي ما انتوا شايفين ده شكلها. دلوقتي هعمل حاجة بسيطة، وهو ان انا هظبطها كده. هنعمل بقى حركة كده عشان نقدر نقصها ونكون شكلها حلو. هجيب بلاستر، بلاستر ورق، بلاستر عادي مش فارق يعني. المنظر ده كده، وهبتدي اظبط اهو، ونفس النظام الجانب التاني اهو، وبالمقص او القصافة، وهبتدي اقص كل الخيوط اللي هي برا البلاستر. وهشيل البلاستر وهحاول ان هي تكون شكلها مقبول كده، فهعدل شوية في اسلوب التربيط. طيب انا عاوزاها ثابتة عشان اقدر اعلقها، لان دي هتتعلق. فبكل بساطة كده، وهجيب غرق ومية وابتدي ارش عليها كده غرق بمية. اوكي، المنظر ده. وطبعا هحاول ان هي تكون متسرحة برضو لتحت، ويفضل نسيبها في نفس المكان اللي هنعملها فيه بالمنظر ده. وطبعا اي زوايد هتبقى مش عجباني هشيلها بعد ما تنشف، مش هتفرق معي. اوكي، زي ما انتم، وبرش عليها كده. اوكي، ارجع لكم بعد ما تنشف تشوفوا شكلها بقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي. وطبعا هي نشفت، هي بس مزجزجه كده لانه انا سبتها زي ما هي. طبعا لو سرحتها بمشط هتكون انشف، والشكل ده مش جاي كيرلي كده، بس انا حباها تكون بصراحه منكوشه بالمنظر ده. وطبعا انا اللي حاطه فيها برضو الخرزايا دي. تعالوا نظبط التانيه، ودي اطول شوية. وزي ما انتم شايفين دي النتيجة بتاعت ورقة الشجر بتاعتي. ترى زي ما انتم شايفين شكلها بقى عامل ازاي اهو. ودلوقتي هنحط اوراق الشجر اللي احنا عملناها. وانا كل اللي هعمله ان انا هعلقها احسن مني اعشقها في قلب القطعة نفسها بالشكل ده. وزي ما انتم شايفين شكل اوراق الشجر. ممكن تحطوها، ممكن تشيلوها. رمضان كريم، مع السلامة، باي.